عسلامة ومرحبا بكم في قناتي ام كي ام سافور. شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا ربي. اليوم وصفتنا سهله وبنينه يشيخوا عليها الصغار والكبار. اليوم عملت لكم انا وبنتي هي حبت عليها عملنا شوكولا شو. دونك حاجه بنينه وبسيطه، تنجموا تكملوا تزينوها من الفوق بالكريم شانتيه، معني تحطوا لها من الفوق كريم شانتيه عقده وتستمتعوا بأبن وأحلى شوكولا شو. الحقيقة الفيديو صار له برشا مصور عندي، أما توا باش كتب وعملت له مونتاج. دونك ما نطولش عليكم، نتعديو للرسات. عندي 100 غرام شوكولا، 450 مليلتر حليب، دونك أنا حطيته في زوز كيسين. عندي 4 مغارف سكر، ومغرفتين كاكاو خام أو كيلت بهذيك المغرفة، وباكو سكر فاني، وزوز مغارف نشا. دونك زوز مغارف نشا، زوز مغارف كاكاو أمير، واربع مغارف سكر، ومية غرام شوكولا، واربعمية وخمسين مليلتر حليب، وباكو سكر فاني. هذوما هما المكونات الكل. أول حاجة باش نعملها باش نحط في كاسرول، معناتها كل على بعضه باش نخلطو. أنا نصور وبنتي تحضر في كل شيء. دونك صبت الحليب، حطت السكر فاني، حطت السكر، حطت النشا، وحطت الكاكاو، زيادة حتى الشوكولا، زيادة صبتها مع بعضهم، معناتها على البارد. نورمالمون الشوكولا هذية تحطوها وقت قريب سيطيب، معناتها فهمتوا. أما هي صبت الكل مع بعضه، حطت الكل على البارد، وكيف كيف نفس النتيجة، معناتها أدى، ما هيش حاجة جراف معناتها اللي عملتها، أما الكل أدى نفس النتيجة. دونك حركتهم هكا في الكل في البارد، ومن بعد على نار هادية تبقى طيب فيهم. ديما نحركوا بالطبيعة، أي كأي كريمة ولا كأي حاجة فيها نشا، ديما نحركوا على نار هادية حتى تطيب ويسخن وتسخن البريباراسيون تاعنا، ويلزم تحرك باش ما تكعبرش وما تشدش في القاع الكسرونة. كهو تكمل طيب حتى تحس هكا طابت وهكا عقادت، مش عقادت، اما تحس الكونسيستانس بتاعها تبدلت. كهو مقاع لينا كان نهبطوها من على الغاز ونحطوها في كويسات ونزينوها. كانت تحبوا بالكريم شانتيه كما قلت لكم، سينون تشربوها كيكه وتستمتعوا، وصحه وبالشفاء. وان شاء الله نتلاقاو في رسات اخرى. واذا اول مره تزور قناتي ما تنساش تعمل سابوني وتفعل الجرس باش يوصلك نوتيفيكاسيون كل ما نهبط فيديو جديد. والى اللقاء في وصفه اخرى وبنه اخرى وتشخشيخه اخرى.